والبدايه من حساب نجمنا المصري محمد صلاح اللي نشر صورته وهو رافع كاس دوري ابطال اوروبا. كتب تعليق مهم جدا جدا على الصوره. صلاح كتب عليها: صدق واشتغل جامد وهتحصل. وكان في ردود طبعا عليها زي عمرو ورده اللي كتب له: ربنا يبارك لك. وكمان نانجولان لاعب انتر علق وكتب: تتويج مستحق. حساب دوري أبطال أوروبا نشر صورتين لمحمد صلاح، الأولى وهو بيعيط وخارج من نهائي الموسم اللي فات، الثانية صورته وهو لامس ميدالية الفوز باللقب وكتب الحساب عليها: لا تستسلم أبدا، يومك أكيد جاي. نفس الحساب حط صورة صلاح وهو بيبوس كرة النهائي وقال: مو صلاح أول مصري بيسجل في نهائي بطولة أوروبية. طبعا السوشيال ميديا اتقلب امبارح كتير، بقى وجهوا طبعا التهاني لمحمد صلاح. محمد الشناوي حارس الاهلي منتخب مصر كتب له: الف مبروك يا فخر العرب. وزميله سعد سمير نشر صورة صلاح مع الكاس وكتب: إنه ليس فيلما سينمائيا ولا قصة أسطورية التي كنا نسمع عنها من أجدادنا قبل النوم، ولكنها حقيقة ممتعة وواقع جميل محظوظ من عاشه وعاصره.